والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأشياء التي يجري فيها الربا ويقاس عليها ما يماثلها، في حديث أبي سعيد وعبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، هذا واحد، والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد، هذا هو الثاني، والبر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد، هذا هو الثالث، والشعير بالشعير مثلا بمثل، يدا بيد، هذا هو الرابع، والتمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، هذا هو السادس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، وفي البخاري قال: وفي الميزان مثل ذلك. إذن هذه الأحاديث تجمع لك ما يجري فيه الربا. إذا جمعنا هذه الأدلة، ما الذي يتبين لنا؟ أن الربا يجري في هذه الأمور. الأمر الرابع: كل مكيل مطعوم. المكيل هو الذي يكال بالصاع ويكال بالمد، إذا كان يكال ويطعم، لابد من الإطعام، لحديث نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. هنا هذا يجري فيه الربا، ويدل له التمر بالتمر في الحديث مثلا بمثل، يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل، يدا بيد، والبر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد. الخامس: كل موزون مطعوم، أي شيء يوزن ويطعم. ولذلك مثلا الحديد يوزن لكن يؤكل؟ لا. إذن الصحيح أنه لا يجري فيه الربا. إذن كل موزون مطعوم يعني يطعم، تفرق. لكن لو بيع مثلا 10 كيلوات من البر ب100 كيلو من الشعير، لا إشكال، لأن الجنس اختلف، الجنس اختلف، لكن بشرط القبض قبل التفرق، مثل ما يقال: سلم واستلم. القبض قبل أن يتفرق من المكان الذي هما فيه.